في خبر آخر، اختتم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب المسابقة العلمية والثقافية المنهجية للعام الدراسي 2019-2020 لطلاب مرحلة ثانوية على مستوى المحافظة. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. اختتمت في مكتب التربية والتعليم المسابقات العلمية والثقافية المنهجية لعام الدراسي 2019-2020 ميلادية، والتي نظمتها إدارة الأنشطة المدرسية لطلاب وطالبات الثالث ثانوية. وكيل المحافظة عبد الله البكري ومدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العبابة أكد على أهمية المسابقات لتشجيع الطلبة واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم وتعزيز قدراتهم التشاركية ومعرفة مدى استيعابهم للمناهج الدراسية. في هذا اليوم العلمي الذي جاز لنا أن نفتخر أن هناك طلاب في مديريات محافظة مأرب يتنافسون المراكز العليا في المسابقات الثقافية والعلمية. هنا التنافس الحقيقي طلب العلم، صدر المواهب، الحصول على المراتب العليا. فنبارك لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات حصولهم على المراكز المتقدمة في هذه المديريات الثلاث والمدارس النموذجية الثلاث. لغرض تحفيز وتشجيع أبنائنا الطلاب، خلق روح التنافس بينهم واللقاءات العامة ليستفيدوا من بعضهم البعض ومن الخبرات بين هذه المديريات، والغرض منها حراك طلابي داخل هذه المدارس لتحفيز الجميع على التنافس والبحث عن المعرفة. الطلاب والطالبات أكدوا على أهمية الجد والمثابرة في التحصيل الدراسي. أدعو زملائي وزميلاتي إلى العلم والبذل والجهد، لأن العلم هو الطريقة الوحيدة للنهوض بالوطن وبناء وطن جديد بإذن الله. الطموح والكفاح الذين ساندوا الطالبات في إكمال هذه المسابقة وساندوهم في جهودهم. صراحة الطالبات تعبين ونالا جهودهم، لكل مجتهد نصيب، والحمد لله جهودهم وتعبهم ما سرش على الفاضي، وإن شاء الله من تقدم لا تقدم، ولهن الفخر أنهن وصلن لهذه المرحلة، لأن هذه المرحلة تعتبر فخر للمرحلة النهائية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الله على أشرف خلق الله المرسلين. اليوم يعني وصلنا للنهائي، ووصلنا ثلاث مديريات، مدرسة بلقيس ومدرستنا طبعا والوادي حريب، ونعتبر كلنا فائزين، وبإذن الله أن نلتقي في النهائي، بإذن الله أن نكون من أوائل الجمهورية وأن نحوز على المنح بإذن الله، وهي طموحنا. في ختام الحفل تم تكريم الإدارات المدرسية وكوادر التوجيه التربوية وتكريم طالبات مديرية المدينة بإحرازهن المركز الأول والمركز الثاني لطلاب مديرية حريبة، وطالبات مديرية الوادي لحصولهن على المركز الثالث، وتكريم المواهب والإبداعات الطلابية. التعليم مثل الركيزة الأساسية لبناء الأوطان وترسيخ الأمن والاستقرار. لقناة عدن الفضائية، محمد القداسي، محافظة مأرب.